تحت الأضواء الكاشفة جرى لقاء شباب قسنطينة بترجي مستغنم، والبداية كانت بالوقوف دقيقة صمت ترحما على اللاعب عبد قصبة لاعب الترجي الذي توفي فوق هذه الأرضية عام 1999. نلعب الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، فتحة في العمق واللاعب مجاهد في وضعية جيدة يخادع دفاع الشباب ويمضي الهدف الأول لصالح ترجي مستغنم. رد فعل الشباب جاء سريع بعد ذلك، فتحة من اللاعب مجوج تجد رأس جبل خير الذي يعادل النتيجة عند الدقيقة العاشرة من الشوط الأول. وكاد الشباب بعد ذلك أن يضيف هدفا ثانيا لو أحسن مجوج استغلال هذه الفرصة وجها لوجه. الشباب وصل الضغط على مرمى قريشي وتمكن في الدقيقة 29 من إضافة الهدف الثاني عن طريق الممتاز جبل خير. وقبل انتهاء الشوط الأول بدقيقة واحدة كاب يقدم كرة على الطبق لزقرور الذي يضيف الهدف الثالث. ينتهي الشوط الأول على نتيجة 3-0. الشوط الثاني سجلنا دخول الحارس الثاني بالعربي مكان الحارس قريشي المصاب، والزوار حاولوا خلال بداية الشوط عن طريق بن عمارة صاحب هذه التسديدة وكذلك مجاهد لكن دون نتيجة. الشباب يرد بسرعة ركنية ورأسية بولمدايس يخرجها بالعربي، ثم ركنية ثانية ورأسية زقرور وهذه المرة العارضة تنوب عن الحارس بالعربي. ضغط الشباب بعد ذلك يكلل بهدف رابع سجله المتألق في هذا اللقاء فارس جبل خير الذي يضيف هدفه الثالث في هذا اللقاء. مباشرة بعد هذا الهدف الزوار في هجوم معاكس يقلصون الفارق بهدف أمضاه البديل مادوني. نلعب الدقيقة 71 من عمر اللقاء ركنية تجد رأس بولم دايس الذي يضيف الهدف الخامس لصالح شباب قسنطينة، ليعيش دفاع شباب قسنطينة بعد ذلك لحظات حرجة لكن الحارس ضيف ينقذ الموقف هنا، وليعلن الحكم دولة عن انتهاء هذا اللقاء الشيق بفوز الشباب.